بالفعل اليوم المجلس يتم يعلن عن تسليم وسائل لوجستيكية للإدارة الإقليمية للأمن الوطني وفق اتفاقية قد أبرمها المجلس مع هذه الإدارة، والتي تهدف إلى ترسيخ وتثبيت الأمن والأمان بالنسبة للمواطنين والمواطنات، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم. وهذه المبادرة الطيبة تندرج كذلك وفق الفصل 4 من لاشارت كوميونال، من الميثاق الجماعي، الذي ينص على المساهمة في تثبيت الأمن بشكل شمولي. نعم، اليوم قد تم تسليم هذه الوسائل اللوجستيكية كمساهمة للدعم وسائل السيارات، يعني كسيارات وكدراجات نارية، وذلك للتصدي للجريمة بطريقة سريعة. ومن خلال هذا الحفل أريد أن أوجه كلمة شكر للسادة الأمن يعني بجميع المنظومة الأمنية، من درك ملكي، من قوى المساعدة، من الوقاية المدنية، من رجال الأمن، من البحرية الملكية، جميع المنظومة الأمن بصفة عامة الذين يقومون بواجبهم الوطني. ونحن نشعر بهذه المساهمة كمساهمة طيبة تندرج ضمن واحد الرؤية شمولية ديال المساهمة، وليطمئن الجميع بأننا سنواصل هذا العمل مع الوقاية المدنية ومع القوى المساعدة لتراب عملة محمدية مستقبلا قريب، كذلك هذا لترسيخ مفهوم ديال المساهمة والمشاركة فيما يخص الاستقرار الاجتماعي والاستقرار ديال الأمن بصفة عامة بتراب عملة محمدية.